catch 'em all. صباح الخير اعزائي اللي كاملين كدايرين، نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في رشيد ديشين ومعك الى كنتي جديده ولا جديد كنقولكم مرحبا بكم، وما تنساوش الاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم. وكما كتشوفوا هذا الفيديو كذلك غادي نبقى نديروه في لاشين ديالي ثانيه ديال فاتي تي في، يعني اللي نديروه في لاشين ديال شين ام علاك غادي نديروه في لاشين فاتي تي في. المهم انتما بقاو مدعميني في القنوات الاثنين. كما كتشوفوا دابا راني مشيت حطيت معاك ديتها المدرسه وحطيتها، ودابا راني ماشي انايا باش نقرا في المانيه. المهم هاكم نتوما معايا باش تشوفوني كاع شنو غادي ندير. بقى معايا وما تزابيش دائما قناتي الام علاك، غادي نوريكم الحاله كي دايره وتشوفوا راه عندنا البرد، يعني نموت الكحله ديال البرد. المهم البنات دابا راني هاكا هنايا ماشي على رجليا فين يعني كنقرا، يعني كنختصر المسافه لواحد الطريق مضيقه كنمشي فيها باش نوصل، يعني ما نضربش طريق كبيره ولا طريق صغيره باش نوصل للقرايه فين نقرا. المهم انا غادي نوريكم انايا فين نقرا يا البنات. المهم نتوما راكم معايا. البنات هي هنايا البلاصه، حنا كنقراو هنايا، هنايا كنقراو، هو هذا اللي كنقراو فيه. مو غادي نوريكم كلش. شوفوا البنات اللي هات هي فين كنت مشيت باش نتمركا، يعني باش كانت مركا ولا كانت مركا تم القرايه نطلعوا لي هات الفوق نقرا. المهم هاكم نتوما معايا، ما تزابيش دائما دعموا القنوات ديالي الاثنين شين وملاك وفاتي تي في ان شاء الله. البنات كما كتشوفوا دابا رانا هنايا في الكلاس ديال نيرلاندي. نسولكم شويه اللي قديت عليه واللي ما قديتش عليه. هذا هو هنا لاكلاس، انا عاد كيدخلنا يعني دابا غادي نجيب حوايجنا باش نقراو. صراتي كما كتشوفوا دابا رانا خرجنا من المدرسه، راني ماشي على الدار. راه عندنا واحد البرد، واحد البرد يعني عاد جمدو، البرد قاصح بزاف بزاف بزاف. راه كنت تشوفوا الجو كي راه دايخ غادي يبان لكم الحاله الغيام والبرد، يعني مانيش عارفه تكون ناقص شي حاجه لان بزاف هاد البرد. المهم دابا انا غادي نمشي للدار وغادي نشارك معكم شنو غادي ندير في الدار، الروتين اللي غادي نديره في الدار، يعني غندير الغداء وداك الشيء. ايوا هذا مكان. المهم نتوما راكم معايا، بقاو معايا دائما في الدعم ديالي ودائما تشجعوا القنوات الزوج ديالي، قناه شين ام علاك وقناه فاتي تي في، وانا دائما كنكون معكم. يلا نخليكم حتى نوصل للدار ونشارك معكم اي حاجه درتها في الدار ولا غنشاركها معكم. البنات شوفوا هنايا المقازات اللي هنا، المقازات شوفوا الجو البنات، شوفوا راه باغيه طيح الشتا اصلا، راه بدات تقطر الشتا. من احسن خصني ننزل بشويه باش ما تشدني الشتا، عاد غادي ننزل. هادشي كنشوفو دابا جبنا لهاد الفيرما هنايا، كنشريو البطاطا والبصلة يعني خضار. جوج
قلت هلا هنا جينا لهذاك الخر ديال اللي يبيع بصله يبيع كلشي. بلات هنا كيما كتشوفو هنا داير لاكلاص، انواع ديال لاكلاص، وكذلك حتى هنا داير لاكلاص. شفتو هنايا كاين الفرماج، انواع ديال الفرماج. بلات هيا هنا داير البطاطا، شوفو البصلة. البنات هنا كيما كتشوفو رانا جبنا البيض وجبنا الفرماج وجبنا البصلة والبطاطا. مهم دابا غتمشيو معنا للدار تكملو معنا النهار ديالي شنو قادرت فيه. نتمنى يعجبكم هاد النهار ديالي. كتشوفو دابا من بعد ما رجعنا للدار دركا غادي نديرو الطاجين ديالنا، غادي نطيبو الكفتة ديالنا. المهم غادي نديرو الطاجين بالكفتة. كما كتشوفو كنت صباح مشيت نقرا اللغة الفلمانية، من بعد ملي جيت مشيت لواحد الفيرما هنايا كتجيب عليها الحوايج، يعني جيب عليها البصلة والبطاطا والبيض والفروماج. المهم كيبيع أي حاجة كيبيعها يعني اللي كيهم الامر ولا. المهم هنا هي هنايا في غوني يعني في غونس، اللي كيهم الامر ولا خلي له النمره ديال التليفون ديالها ولا يقول لي نخلي له النمره في صندوق الوصف ويمشي عنده، يعني عنده حوايج زوينين واثمنه مناسبه. المهم دابا غادي نديرو الغدا ديالنا. اول حاجه غادي نديرو الزيت، وعذرني البنات شويه راني عيانه، ضربني البرد يعني اللي هاللي راكم تشوفوا الصوت ديالي راه مبدل. المهم دابا نديرو الزيت، عندنا الطاجين يسخن ديالنا، غنديرو البصله مع الثوم. هنا بنات كتشوفوا كثر البصله، يعني البصله مفيده. هنا جوج بصلات ديال جوج بصلات، جوج حبات ديال البصلات، غادي نقليهم مزيان مع العطريه باش ندير البطاطا من فوق وندير الكفته ونديرو شوية جلبان البنات. مهم درت هنا الملح، غنديرو كركيمة، غنديرو زنجبيل، زنجبيل غادي نديرو البزار اسود، غادي نديرو البزار احمر، غادي نخليو هاد البصلات تشحر مزيان البنات مع هاد العطريه، يعني تنقولو تطيح معنا شويه باش نزيدو الحوايج الاخرين، نزيدو عاد البطاطا ديالنا ونزيدو ونديرو جلبان شويه، نديرو البطاطا. المهم هاد العطريه اللي راني درتها نفسها غادي نديرها في الكفته، نفس العطريه غادي نجيبها ونديرها في الكفته باش تكونوا عارفين، يعني باش يعني ما نعاودش عاد نطقها ولا
باش ما نجيش الفيديو طويل ولا غادي نزرب شويه. المهم نفس العطريه غنديرها في الكفته، المهم نخلي هذا الشيء يتشحر مزيان. شوفوا راني خصني عاد نمشي نجيب ملاك، راه ما بقى والو الا الوقت ديال ملاك باش نجيبها. المهم هي هنايا عندي الكفته ديالي، خصنا نشوف الوقت بشاره ان ملاك تخرج البنات 3:30. المهم مازال غادي نبدا ندير العطريه ديالي اللي درتو كيما قلت لكم في الاخر نديروه. البنات كيما كتشوفوها هو هنايا عندي البصله راها تقلات هنايا مزيان مع ديك العطريه. دابا غادي نحط البطاطا ديالنا، هاي البطاطا غادي نحطها. غادي ندير الكفته ديالي، المهم هاي الكفته هنايا راني خلطت هذا فيها كاع داك العطريه اللي درت في البطاطا واللي درت في هذه درتها هنايا. غادي نخلطها البنات هذه من فوق، غادي هاد الكفته حتى هي طاب الطاجين وغادي نفقس فوقها شي بيضات، كتجي رائعه طوب طوب بصراحه كتجي زوين. المهم دابا غادي ندير هاد الكفته، غادي ندير البنات كيما كتشوفو هدا هو الطاجين ديالنا، هو ما غادي يطيب، خلوه يطيب ونجمو نبقاو.